فندوزو للفقرة الثانية، الفقرة ديال الاتفاقية. الاتفاقية نظرا في شهور الأجواء بين الرسائل المحيطة شاء الأقدار باش توقع. كانت اتفاقية يعني موجودة باش مشكور كبير السي محمد السي الرئيس مجموعة الأمراء على التفاهم ديالو فعلا بعد ما تلاقينا الأسابيع الأخيرة على أساس كنقولو حنا دايما يعني في إطار النظام كيف الحمد لله سيدنا ويفقو كيعمل باش يجعل المغرب لكل المغاربة ونحن نقول اليوم المغرب أصبح حرش كبير وكان كل الأوراش تقول كل المهندسات المعماريين وكل المهندسين المعماريين المغرب وبهذا هو الأطراف باش يمكن نقولو هذا تنعلموا ان الدور ديالكم دور مهم. التحديات تنعرفوها تحديات ماشي غير اللي تتعلق بالجوده ديال العمل اللي تنقوموا به او المشاريع اللي تنقوموا به ولا ما يتعلق ب يعني جماليه المعماريه، ولكن كذلك التدخل ديالكم مهم في كل الميادين فيما يتعلق بتنميه المستدامه تخفيض التكلفه ديال المشاريع ديالنا والبحث كذلك على خلق يعني واحد الاطار معيشي واحد الاطار اللي يكون في مستوى التطلعات ديال المواطنين ديالنا. يوسف هاني الشيخ نطقوا فيها نادي عليك